عايز تفصل لازم تيجي دهب. لو انت الدنيا معاك بقى مقفلة وزهقت من الزحمة والدوشة والتيت تيت والبيب بيب، محتاج تيجي دهب. دهب بصراحة قصة تانية خالص يا جماعة. مكان روعة روعة روعة، دهب روعة، قصة تانية، حتة تانية كده، من مش عارف أوصفها بصراحة. أنا يعني لفيت كتير، بس دهب مش عارف فيها حاجة كده، حاجة غريبة يعني. بتيجي هنا تحس براحة نفسية رهيبة رهيبة، الطبيعة والهدوء، والناس هنا كل واحد في حاله، كل واحد مطري دماغه خالص. فأنت لو زهقان من حياتك تعالى دهب، انقل عيشتك على دهب، حتى لو معكش فلوس تعالى اقعد في دهب. اي مكان تبص فيه يمين شمال فوق تحت تلاقي مياه جميله قوي، والجبال عندك هناك كده المنظر بصراحه رائع. حتى الكاميرا مش هتقدر ان هي تجيب لك نفس الاحساس اللي هو الشخصي لو انت موجود هنا بنفسك. يعني الكاميرا يعني بتحاول تجيب لك صوره بس مش نفس الطبيعه. يعني شايفين دوت، دي كده زي بحيره صغيره في نص المكان، معرفش المياه جالها منين بصراحه، بس شكلها جميل جدا. وعندك هنا في الكايت سيرفنج، ناس بتمرنوا فيه ورا خالص هناك، هنا كده اللي هو السكول تريننج بيمرنوا الناس ان هم يعملوا كايت سيرفنج. وفي الجزء الثاني اللي ورايا هناك كده اللي هم بقى البروفيشنالز، الجماعه اللي هم عارفين بيعملوا ايه بالظبط ورا كده. وفي هناك برضو هنا مش عارف شايفينه ولا ايه، هناك عند صابع كده، ده الفندق اللي انا كنت قاعد فيه امبارح، حصل لي معاه قصه كده جميله موجوده في فيديو ثاني هتلاقيه موجود على القناه، حاول اسيبه لكم هنا مثلا فوق هنا كده ولا حاجه. فندق لذيذ وكل حاجه، بس حصل لي معاه موقف كده مش ظريف، فانا حبيت اشارك معاكم القصه، هتشوفوها في الفيديو التاني. المهم كنت هنا امبارح على المشايه، ورحنا اكلنا وجربنا كذا مطعم كده وكذا كافيه. جربنا السي فود في علي بابا، كان بصراحه ممتاز جدا. وكان في جربنا برضو ايفري داي كافيه، برضو ممتاز، قعده ظريفه جدا، والاسعار على فكره كويسه يعني مش اللي هو غالي قوي. وجربنا كافيه تاني مش فاكر اسمه بصراحه، بس لما ارجع تاني هصوره لكم واقول لكم اسمه ايه. كان لذيذ قوي، في عندهم لايف باند كده بيبدا حوالي الساعه 9 ونص او حاجه. او ده الكافيه التاني اللي احنا جينا فيه امبارح، اسمه فوق ده اسمه ايفري داي. وبرده في واحد ورايا هناك هنا قدام شويه اسمه ايفري داي، واحد قبل منه اسمه ايفري داي، في 50,000 ايفري داي، فانت تيجي بقى على ايفري داي اللي يريحك. المهم دوت كان كويس جدا، في لايف باند بالليل حوالي الساعه 9 ونص، والتاني على البحر على طول، القعده بتاعته جميله جدا. فمش عارف ليه في كذا ايفري داي، جايز نفس الاونرز معرفش، بس الاثنين كانوا لذاذ يعني فاختاروا اللي يعجبكم. دلوقتي انا سالتها ايه الفرق بين الايفري داي، في ثلاثه ايفري داي، قولي بقى. اوكي احنا عندنا فور برانش من 12 سنه مثلا، نفس الاونر؟ نفس الاونر ما عدا برانش واحد قدام النقطه، ما عدا برانش واحد اللي قدام النقطة ده مش تبعنا، ده مطعم خاص بحاله، اشترى الاسم مني، هو اسمه ايفري داي وانا اسمي ايفري داي اولد، ذاتس ات. فده فيها حاجات كتير تعملها يعني، انت من الاخر بغض النظر عن الاكسبيرينس او الحاجة اللي عاوز تجربها، دهب راحة بال. لو انت او انتي زهقانين من حياتكم تعالى على دهب. يلا بينا معايا، تعالى نوريكم نطلع على المشاية ونشوف هنعمل ايه في المشاية النهاردة، نشوف حاجة ناكلها ولا حاجة نشربها ونشوف الاكسبيرينس عامله ازاي. طيب هنتغدى ايه فين بقى النهارده؟ هنجرب ال كينج تشيكن. كينج تشيكن ده في عنده اكل كده زي الكي اف سي واكل مصري ومش عارف ايه، بس اسعاره لذيذه يعني. ده المنيو بتاعه هنا،
عندهم فرعين قدام بعض، الفرع اللي ورايا انا قاعد فيه ده، وفي الفرع ده، في الفرع اللي هناك دوت ده تبعه برضه. عندك هنا المنيو لو عايز تاخد فكره، في عندهم هنا نص فرخه مع رز وخضار وشوربه وسلطه وعيش ب 130 جنيه. لو عايز بقى مشويات وكلام من ده برضه عندهم، في فراخ ولحمه ولام اللي هو الضاني. عندهم بقى الباستات والهوت درينكس والحاجات دي، هنا الفرايد تشيكن، حاجات شبه الكيف سي. فهنجرب ونشوف بقى طعمه عامل ازاي. اكيد طعمه كويس، لان انا كنت معدي امبارح من هنا وكان بصراحه زحمه جدا، كان في ناس كتير جدا على الصفين يعني، فتقريبا اكله كويس ورخيص. امبارح لما جربنا علي بابا كان اكله كويس جدا، بس اسعاره شويه غاليه. فانت لو مش عايز تدفع بقى في الغالي ما تروحش لعلي بابا، خليك كده في الحنين. فطلبنا، انا طلبت انا نص فرخه اكل مصري، نص فرخه مشويه، جه معاها بقى شوربه لسان عصفور، وفي رز وخضار سلطه وتقريبا طحينه وعيش. دي نص الفرخه اللي هي المشويه، وده هو شيش طاووق او شيش كباب. ده شيش كباب بيجي فيه عظم، وشيش طاووق من غير عظم خالص. شكلها حلو وريحتها جميله جدا، انا هدوس بقى. لازم اقول الفراخ طعمها حلو جدا بصراحه، مستويه كويس، متبله كويس، وبالسعر ده او المبلغ اللي هتدفعه الفاليو حلو قوي. فانصح المكان ده كويس، مش وحش خالص بصراحه. وبعدين القطه دي مش سايباني في حالي خالص، اكلها لما اخلص بقى. بعد ما اكلنا والمعده اتملت دلوقتي بقى محتاجين شويه قهوه او حاجه. هنطلع على المكان بتاع امبارح افري داي، كان مكان لذيذ قوي بصراحه، قاعد على البحر حلوه. عندهم الكابتشينو بتاعهم كويس جدا، اللي هو المكان ده مكان حلو قوي واسعارهم حلوه ومكان لذيذ. يلا بينا نشرب قهوه. وده هنا الافري داي كافيه اللي بقول لكم عليه يا جماعه. طبعا عندهم السعر غير شامل الضريبه. دي الاسعار، سنجل اسبريسو 25 جنيه، دبل اسبريسو 35. فالاسعار يعني مش بطاله خالص. انا كنت هنا امبارح واخدت كابتشينو تقريبا، كابتشينو اللي اخدته امبارح. طبعا بقى عندهم بقى في اكل وحاجات من دي كتير، فاللي يريحكم يعني اللي انت عاوز تاكله. بس المكان بص مكان بصراحه جميل جدا. طبعا هنا على البحر على طول. كل بعد اكله تقيله كده وبتاع محتاج تقعد في المكان ده وتروق، مكان لذيذ خالص واسعاره حلوه يعني بصراحه. وعندهم برضو ديزرت، عندهم فود، عندهم كل المشروبات اللي عاوزها، سخن بارد وكلام من ده. فمكان لذيذ، هم مش دافعين لي فلوس اقول الكلام ده، بس انا ارتحت هنا. جيت امبارح والمكان كان عاجبني بصراحه، فارتحت هنا فقلت اجي تاني يعني، ليه لا. لا ما صورتكيش لسه، صورك؟ صورني اهو. ثانك يو ثانك يو. رايحين لحد؟ لا لا عاوز اقعد هنا. نعم 100 100. انت بتتكلم مين؟ انا خايف. ده ايه؟ بتكلم مين؟ بكلم نفسي. انا بكلم نفسي. انت بتصور فلوج؟ طب ماشي، طب قول لهم بقى انه افري داي اجمل مكان في الدنيا. ما انا بقولت لهم والله، وبعدين انا جيت امبارح هنا. والله؟ جيت امبارح.